السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية، المرحلة الثانوية. إن شاء الله النهاردة الحلقة الثالثة من حلقات كيف أتفوق في الكيمياء العضوية. دي سلسلة إن شاء الله متتالية وراء بعضها بإذن الله. إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المركبات المشبعة والغير مشبعة. طيب أنا عندي الصيغة، في الصيغة الجزيئية وفي عندي الصيغة البنائية. الصيغة البنائية يبقى موضوعنا النهاردة ازاي اميز ما بين مركب عضوي وغير عضوي كالآتي. اولا في حاجة تسمى عندنا في الكيمياء العضوية الصيغة او المجموعة الوظيفية او المجموعة الفعالة. المجموعة الفعالة، انا عايز اضرب مثال بسيط الاول قبل ما اقول المجموعة الفعالة او الوظيفية حكايتها ايه وهتفيدني بايه. احنا اتفقنا الصيغة الجزيئية بتبين الايه المركب عندي بس عدد الذرات. يعني ايه يا مصدر؟ يعني C2H6 ديت اعرفها ازاي؟ اولا لو طبقت القاعدة CNH2N زائد 2 وانا هألف، لا ما هي دي منظرها كده، معلش ادي N ها ب 2، 2 في 2 ب 4 و 2 6، دي الصيغة العامة لمين؟ للألكان. يبقى انا عرفت ان ده اسمه ايه؟ الكان. طب الكان يعني ايه بقى؟ إيه اتفقنا ميس يعني واحد، ايس يعني اتنين، اظن احنا قلناها اكتر من مرة الوقت، والتكرار مهم يفيد الشطار والعلماء، ما مش الرواية التانية بلاش منها خالص، ما تلزمناش خلاص. يبقى سيتو اتش سيكس دي صيغة جزيئية. طب الصيغة البنائية بتاعتها بتوضح لي، توضح الروابط، يا ترى في روابط أحادية ولا ثنائية؟ أعرف إزاي برضو؟ طيب ما تيجي نفرد هذا الكلام كده. ما هي صيغة بنائية يعني إيه؟ يعني إيه صيغة بنائية؟ يعني بتظهر لي نوع الروابط اللي موجودة، أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية. خلاص بصوا المنظر كده، ذرتين كربون. طب ما الستة على الاتنين فيها التلاتة، يعني تلاتة هيدروجين هنا وتلاتة هيدروجين هنا. طيب ده مش موضوع الحلقة بتاع النهاردة، ده أنا قلته قبل كده في الحلقات اللي فاتت. انا عاوز اقول ايه النهارده بقى؟ ايه هي المجموعه الوظيفيه او المجموعه الايه؟ الفعال. لها تعريف مشابه للي هي المجموعه الذريه في الكيمياء الغير عضويه. المجموعه الذريه كنتوا فاكرينها هي عباره عن ايه؟ مجموعه لذرتين او اكثر. خلاص تعالوا بقى هنا كده، عباره عن ايه؟ ذره او مجموعه من الذرات. شوف التعريف، ذره او مجموعه من الذرات. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ هناخد دلوقتي بصوا كده، لو انا حطيت اوه بس ادي ذره اهي، دي مجموعه وظيفيه. مجموعه وظيفيه لايه؟ للايثير. يبقى انا لما اشوف سي اتش 3 هنا وسي اتش 3 هنا، المركب ده بقى اسمه ايه؟ شوف المجموعه الوظيفيه، اول ما اشوف مركب كده اقول ايثير. شوفوا بدايه الكلام ايثير. يا ريت نفهم الجزئيه ديت لانها بصراحه مهمه وهتفيدنا اول ما نيجي نشرح ايه الكيمياء العضويه. يبقى كلمه او في النص في المنتصف، خلاص يبقى اسمها ايه؟ ايثير. ثنائي الميثايل، ولازم يكون الاثنين زي بعض؟ لا طبعا، ممكن اشيل واحده من دهيت واقول ايه؟ C2H5. يبقى ايثير ميثايل ايثايل، او ايثير ايثايل ميثايل. اشمعنى انا قلت ايثايل؟ لان حرف الايه في اللغه الانجليزيه قبل الايه؟ الام، لان ده اسمه ايه؟ ايثايل. ايثايل بدا بايه؟ بحرف ايه. هنا ميثايل، فما بنيجي نحتكم ها بنحتكم للحروف الانجليش مش بعدد ذرات الكربون ولا بعدد ذرات الهيدروجين. يبقى الوقت هنا المجموعه الوظيفيه الاولانيه مجموعه الايثير. وانت بادئ لي بمجموعه الايثير وهي في نص منهج الكيمياء العضويه، احنا قلنا عايزين نفهم كيمياء عضويه، ما بنرتبش امور الوقت. ترتيب الامور اما نيجي نشرح المنهج كاملا باذن الله، وقريبا في خلال اسبوع هنبدا فيه ان شاء الله حلقات متتاليه، وعندنا حوالي 5 حلقات او 6 حلقات مترتبه ترتيب في قائمه التشغيل جاهزه. يعني الناس اللي عايزه تذاكر كيمياء عضويه الوقت مع الاساسيات، في 5 حلقات او 6 حلقات مترتبه ترتيب جميل وماشي بالترتيب في كتاب الايه او في المنهج بتاع ثالثه سنه. خلاص طبعا هنا مش متقيدين باي كتاب او اي مذكره، اي حاجه بنذاكر منها بقدر الامكان. نظام جديد يا مستر، نظام جديد فوق دماغنا، نفهم المحتوى زي ما اتفقنا.
الناس اللي بتقول لي 2020 ولا 19 ولا 21، المنهج هو هو والحلقات هي هي، وبحاول انظمها لكم في قوائم التشغيل الوقتي. يعني الفترة اللي فاتت ما نزلتش حلقات لان كان الواحد مشغول في تنظيم قائمة التشغيل. طب قائمة التشغيل ده هي تعمل لكم بيها ان شاء الله مخطط او خريطة تبين لنا ايه اللي موجود على قناتي مصطفى رجب خبير العلوم. خلاص، على اساس اللي عايز يبدا، اللي عايز يعني ها يسلي نفسه، مش مهم بدايه يعني كده ونشد الحزام زي ما بيقولوا، لا، اللي عاوز يبدا وبالراحه ودندنه وورقه وقلم ونذاكر ونشوف الحلقه اكتر من مره ونشوف الحلقه للاخر. يعني الحلقات التاسيسيه ديت لو شفنا منها شويه وقلبنا مش هنستفيد حاجه، لان في حاجات كتيره مرتبطه ببعضها. يبقى انا بدي لكم المجموعه الوظيفيه او الفعاله، ممكن نلاقي في نص الحلقة أو في آخر الحلقة كلام جميل جدا بربط لي بداية الحلقة بآخر الحلقة. ومهم جدا يا جماعة الكلام ده عشان برضو نحاول نفهم كيمياء عضوية بجد. خلاص، طيب المجموعة الوظيفية ما زلت بقول مهمة جدا، زي ما قلنا مركبات مشبعة وغير مشبعة، لأن كنا بنقولها في أولى ثانوي على استحياء. يعني إيه على استحياء؟ يعني بنقولها بالراحة عشان طلبة أولى ثانوي مش هتستحمل الكلام اللي بنقوله الوقت. ليه؟ صعب عليهم؟ لا مش صعب، خلاص، ولكن المناهج يعني ايه متداخلة مع بعضها بطريقة علمية ومتظبطة تظبيطها حلو. فبنبدأ أول مجموعة وظيفية عرفناها الأو. طيب المجموعة الوظيفية التانية هنتكلم عنها اللي هي مجموعة الايه الكربونايل. في مجموعة اسمها كربونايل، نحفظها زي اسمنا كده كربونايل اهي. الكربونايل ديت ليها اكتر من حاجه. يعني ايه؟ بصوا المنظر ده كده اهو، دي اسمها مجموعه ايه؟ كربونايل. كربونايل، وما اشترطش نقول الست سبع حاجات. ليه؟ لان عاوزين نفهم، زي ما قلنا ما بنعملش حاجات كده ونرصها وخلاص، لا، عايزين نفهم وبجد. خلاص، فبنقول هذا الكلام عشان برضو ايه ناخد بالنا بقدر الامكان. طيب دي مجموعه الكربونايل. هنا على الشمال ها هقول R او CH3، ركزوا كده معايا اهو، CH3 او زي ما اتفقنا قبل كده ان هي ايه R. يعني ايه R؟ يعني الكايل. يعني ايه الكايل؟ ها اللي هي الار دي جاي منين؟ من الكان ناقص هيدروجين. ما توضح لنا كده يا مستر، اتفضل. الكان اللي اتفقنا عليه المرة اللي فاتت واللي قبلها CH4 اللي هو ميثان. طب نشيل ذرة هيدروجين كده؟ يبقى CH3 ورابطة كده، يبقى دي اسمها ايه؟ اهي اللي انا عامله اهو، يبقى دي اسمها ايه؟ الكايل، لما شلت منها ذرة هيدروجين، أو ميثايل لأن جاية من ميثان. يا ريت الكلام ده بورقة وقلم ويتكتب عندنا ملاحظات وحاجات مهمة جدا جدا جدا. يبقى أنا عندي ده مجموعة الكربونايل عامل على اليسار، طب افرض حبيت أعملها على اليمين ولا حاجة ولا حد ولا عندي حاجة. مجموعة الكربونايل دي لو جه معاها اوه اتش، ركزوا كده في المعلومة ديت، بقى حمض تاني. يبقى المجموعة دي كلها على بعضها، بصوا اما تضاف عليها اوه اتش بقى اسمها ايه؟ كربوكسايل. سمعنا عنها؟ سمعنا عنها، سمعنا عنها في اولى ثانوي في الاحماض اللي عندنا، الاحماض العضوية. خلاص، ان في تتميز مجموعة الايه الكربوكسايل اهو سي اوه اوه اتش. لو حطيت CH3 بقى حمض الاسيتك، خدناه، ركزوا يا جماعه كلام مهم. يبقى اول وظيفه لمجموعه الكربونايل لو اتحط لها اوه اتش بقت حمض، وتكونت مجموعه جديده كربونايل زائد الاوه اتش بقت اسمها كربوكسايل. بقت اسمها ايه؟ كربوكسايل. طيب لو انا حطيت نفس مجموعه الكربونايل بالظبط اهي زي ما هي وحطيت اتش، بقى اسمه الديهيد. يبقى ده احنا قلناها حمض، يبقى رقم واحد ايثير، رقم اتنين حمض، رقم تلاتة الديهيد. الديهيد، طب المركب اللي قدامي ده اسمه ايه؟ المنظر ده كله ها مجموعة الالديهيد اهي، مش كربونايل. كربونايل خلاص احنا عارفين اللي هو سي دبل بوند او. طب اضاف لها هيدروجينة، اضاف لها هيدروجينة بقى اسمه ايه؟ الدهايد. طب المركب ده اسمه ايه؟ الاسيتالدهايد. مركب مهم جدا جدا جدا، الناس اللي ذاكرت في ثالثه ثانوي الكيمياء العضويه وخلصوها قبل حكايه منتصف مارس عارفين هذا الكلام كويس جدا.
يبقى انا لو حطيت اتش هنا مع مجموعه الكربونايل، ها بقت المجموعه على بعضها سي اتش او الديهيد. لما احط او اتش مع مجموعه الكربونايل بقت كلها على بعضها اسمها ايه؟ مجموعه الكربوكسايل. والحمض بقى خلاص ما يميز ايه؟ الحمض ما يميز الالديهيد، ومن امثلته الاسيتالدهايد. يبقى سي اتش 3 سي اتش او. طيب ما نعمل كده الصيغه هنا سي اتش 3 سي اتش او، تمام. يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ الاسيتالدهايد. بصراحه بقولها لكم تاني وتالت ورابع، حصص مهمه جدا للي عاوز يتاسس لغايه الجامعه مش لغايه ثالثه ثانوي. خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ الاسيتالدهايد. طب انا عندي نفس المجموعه، ما زلنا في مجموعه الكربونايل، ركزوا معايا يا جماعه. ها بصوا كده الكربونايل اهي. طب انا حطيت لها هنا اهو سي اتش 3، ركزوا كده. يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى رقم 4 كيتون. كيتون دي اسمها الايه؟ المركب نفسه. يبقى مجموعه كربونايل وعلى يمينه مجموعتين الكايل ايا كانت. طب ده اسمه ايه؟ الاسيتون اللي موجود في الصيدليات، الاسيتون. يبقى دي تركيبه الاسيتون، دي تركيبه الاسيتون. يبقى انا استفدت الوقت من مجموعه الكربونايل كام حاجه؟ اولا اذا اتحط او اتش، اذا اتحط او اتش ها بقت حمض. اذا اتحط اتش بس بقت الدهايد اللي هي الاسيتالدهايد. لو اتحط مجموعه الكايل الناحيه الثانيه ها يبقى ايه؟ الاسيتون. الاسيتون. يبقى الوقت هنا انا عندي الاسيتالدهايد والاسيتون والايسير، والايسير. طيب دي رقم 4. طيب انا عايز الكحول، الكحول نظامه ايه؟ الكحول يشبه القلويات في الكيمياء الغير عضويه. يعني ايه يا استاذ؟ يعني سي اتش 3 ادي الكايل وبحط او اتش. يبقى اي مركب بينتهي مباشره بأو اتش من غير مجموعه كربونايل خالص يبقى ده كحول، وبيختلف اسمه حسب مجموعه الايه؟ الالكايل. يعني مجموعه الالكايل دهيت لو فيها سي اتش 3 هقول كحول ايه؟ ميثيلي. لو مجموعه الالكايل فيها سي 2 اتش 5 او اتش يبقى كحول. ها فاكرين اتنين يعني ايه؟ ايس. يبقى كحول ايه؟ ايثيلي. كحول ايه؟ ايثيلي. مهم الكلام جدا جدا يا جماعه، مهم جدا. خلاص. طيب الحاجه الاخيره، الحاجه الاخيره النهارده عشان تذاكروها وتحفظوها ان شاء الله، الاستر، الاسترات. الاستر هنرجع تاني لمجموعه الكربونايل خلاص، وهنضيف عليها، وهنضيف عليها او هنا مجموعه ميثيل طبعا اهي سي اتش 3، هنضيف عليها او، و الاوه ده هي مشبوك فيها ايه؟ مجموعة ايثيل تاني او مجموعة ايه؟ ميثايل. يبقى سي اتش 3. يبقى دي اسمها ايه؟ استر. يبقى الاستر مجموعة الكربونايل زائد الاو زائد الار اسمها ايه؟ استر. وطبعا دي هنحاول باذن الله الحلقة الجاية نكملها ان شاء الله معاكم، على اساس يبقى حاجات بسيطة اللي باقية ان شاء الله، اللي هي الحلقات ايه؟ الاروماتية بتاعت البنزين، نكملها مع بعض عشان نقول ايه؟ امثلة. برضو بقول لكم ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وحييكم مدينة دمياط الجديدة، وعاوزين نبدأ ننشط القناة شوية وندعمها علشان نبدأ ننطلق، وعمل لكم خريطة زمنية للحاجات اللي هتشتغل الفترة الجاية. وزي ما قلنا بيحدث الآن تحديث للقناة بالمواد اللي موجودة عليها كلها إن شاء الله، وأعمل لكم بيها خريطة أو مخطط علشان تبقوا عارفين إحنا شغالين إزاي. ومبدئيا أولى ثانوي كاملة ترم أول كيمياء فيزياء أحياء، لأن مفيش تغييرات خالص، كيمياء وفيزياء وأحياء الترم الأول كاملا موجود دلوقتي بالمسائل والأسئلة بتاعته. إيه اللي هنعمله بالنسبة لأولى ثانوي؟ طبعا هنشوف برضه أسئلة ومراجعات على كل واحدة، ونتابع معاكم على أساس إيه؟ نحاول نشتغل كويس بإذن الله الترم ده. تانية ثانوي موجود فيها الكيمياء والأحياء في الترم الأول، يعني على الأقل خمس حلقات وخمس حلقات كيمياء وأحياء، وفيزياء برضه فيها حلقات بس مش كاملة إن شاء الله. تالتة ثانوي برضو نحاول كيمياء نجهزها لكم كلها وهنشتغلها كاملة، الكيمياء والأحياء.
يبقى الوقت تانية ثانوي، تانية ثانوي برضو موجود فيها حلقات الترم الأول، نبحث فيها في قوائم التشغيل ونعمل اشتراك عشان أي حلقات جديدة تظهر لكم إن شاء الله وتشوفوها معي. خلاص، مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.